5, 4, 3, 2, 1, 0. خونا سام، شقول نقزة هراتي ومشاري بدي قتل مور غدانا اوكي شلامي وخبي خي خيتا دي تاتخ ونقزة تيليك هم زومي باس او كتاوا هم زومي لباس ذوبان في الجماعة هولا مارا اكتيلة برسوبة اتلخ عجسي لأكتيلة او برسوبة اتلع عجس مو اوث اوث الاحتمال بدي جماعة ما رأي جماعة دخي هوية ما رأي هوية على أساس إن هوية عشائري إن هوية عائلي لو إن هوية ديني أو مذهبي ما رأي عادة ما تسود ثقافة القطعان البشرية في المجتمعات المتخلفة وهذا الأسلوب يمطاول على المستوى الفردي عدة وظائف نفسية من باب تعويض مشاعر العجز وانعدام الأمن والهوان الذاتي مارلا يقدم هذا الانتماء عزيزي نينوس بطرال خمسطهم بشكتوا على المسورف مارلا يقدم هذا الانتماء للجماعة هوية لمن لا هوية له لا هوية خاصة لكيانه الفردي وقد يكون إنسان مهمش لا يحكمه القانون وإنما القوة والبطش مارلا من أسباب أن مديانة تي لأياها تي بي أو برصوب التاور جماعة مار أي هوية جماعة مو يواله يواله سبب الاعتزاز بي هوية كنشة تيلة وارجاء ودية ومرة شالة مدي تري مرة شالة مكانة قيمة اللي ما سأود لك التاوي خبخوته من هذا قيمة التاوي كنشة مشار الرياشة بأن إتلا دوكا وخقيمة إتلا أنا قد مودي قد ماس درايش بشوفة دية مارا مدي طلاها منها ما رأي لخ ضمان إلا دخل خاف إن ويلة خ مشكلة إلا مديها لإكل جماعة برخاصة دي لقد كل الفلطي من دلوخي بخيجاية ما رأي من هذا خزيت لأو برناشا إي مخبي أورجو جماعة إي ذوب قدي جماعة قمو أي مقدر يمري لأخو لن يوالي قتوى على هوية قتوى على مكانة قتوى على أمان خاف إن ويلة خمدي إكل جماعة برخاصة دي مارلة أم دي خينا تاثق أو برقلة من أسلوب الجماعة ثايل الأسلوب التماهي بالمتسلط مارلة خزيت لهم ماشا أو برناشة تيلة في شقهيرة مقهور قد تاثق خشار المشاكل دي أو المأزق الوجود دي لتخفيف شعوره بالدونية مؤاوث وشعوره بفقدان القيمة من حالة الخضوع التي عليها مشارش قال طلع تهارت شكله التشبه بأحكام المتسلط بعدوانية المتسلط بأسلوب حياته وقيمته وقيمه ما رب بحيث مشان مطولة وبرناشة دور دو إنسان متسلط أو إنسان مستبد أو إنسان قتيلة قوي هيج خيدناش لمز ذيلة مشارم مودي من بولة كل عجز هواندية قداني قتيلة بالزبون منه قداني تيلا بشبه صورة منه مشاري او ما دام انا اتخبش قورة مني ظلم الله لي انا متوذة مشاري المدمنة جاني لدو تيلا ظلم اللي قداني تيلا بشبه صورة مني ما رأى من دانا مديانا خزيت ورابي فلطيمودي انا خزيت والا فتوات وقبضايات تيلا خزيت لك مدي خينا خزيت لك كذلك تماهي خزيت لك قدنا اجهزة الدولة المدنية والعسكرية مثلا خزيت موظف والمواطن موظف تاز كسله خزت او مسقود اللخيله ما العلم موظف اتيله بشكوره منه قاموا اتيله بشكوره منه مسقود اللي او قداني مسقط له خزيت من هذا خيله بلاط لخيله رشاوي له وفساد تيله وخزيت خمد المشاكل الافراط في استخدام القوه والعنف من قبل رجال الامن والتعامل المهين مع الناس ما رأي قمودي هوية همينة خاصة أن رجال الأمن من أمن ما رأي لن خاسدت له تيلة بشقورة من دو ضابط هو الرابة وذل الإهانة الرابة الإظلامة إلا وضابط ظالم الناشة وتيلة بش دو ضابط
مش ظلام الليلة، فهاي لهل وزير، وزير ظلام القادو خينا او وزير قمودي لظلام الى رئيس دي ظلام الوزير ما رأي لها قاعدة هرمية بيام شروي لمن قلو ظلام اللي قد تخو ايذي اتخو ايذي ظلام اللي قد تخو ايذي ما رهل لي قلتي لمطاي اكا مطاي لبين موظف وبرناش عيادايا ما رأي اول الى خمدن انواع دي لبياشة مودي بياشة لبؤسلوب التماهي بالمتصلة طرف ايسي زنينس انا بين يوم خطوصه بالدو مندي خونا سام ان برقل نقزه ديوخ زو احنا اخ امتا عاشوريثا ما تيلا ديش الا زو اي او خبر دارا تاننه كما جاي سبب اي الى شراره اي الى دزوثا اخني رابل ديش الا يعني اموات التوتش النكارن اي مودي لسبابه احنا سبابه رابل دزوثا بس خمن دن سبابه الى أنا بي تخمنتي ولي إذن أنت أنا غليطة بس أنا خشاون دوسن متخم من أوبا أختو بدي رابس باي زو خمن السبابة إلى توديثة توديثة شو وقت لأني لهم ماجا أخنا ودبرقولا دايش إلا ودبرقولا مودي آوث يآوث شعلالة استغلال أو أي توديثة أنا دويقنا بإيدي يعني قطوسة إن أمرخ قطوسة أنا من دياني ويا لبخشان منن كلن أجي تخو زورة بلتخو براي بخاستو على عربايا ين قرذايا ين قدني أمواث دي خيخوا بآثي وقطوسة أنا زوراني توالي أمرخ شوش إن تمنيش إن أطش إن أصرا أمرخ يعلى زورة بلتو براي بجميع أربع خمسة من دني عرباي ين قرذايا ين أصرا بجميع اللي دي ماخي والي بلكي هو يا لزورة آشورايا باوذو سوتار الجان دي ماخي وبا وخا خمشتا يعني وذيوا أو لغليطة لو إذا شو مندي أي تمري ولا تعدي يعني ثيلة بخالة يعني بي شقلي خطولت دي ينخمندي بخالة أدخل مودي يذي أو آشورايا زدوانة لي ولدويق اللي خا خمندي بيذ دي ملب اللي قباثة بايش زدية هماشا أخ مودي هاوي آتي زلو خلباثة أو يا لزور زي للباثة من جابت بابي يم دي أمري لي أنا بالذم تعدي اللوخ أنا ما خيلوخ قمودي بالذات خب وقت يدي مودي لسبابي قد آزي شاريلة وقثرة لا من جابت شاريلة وقثرة أتوي همزمي من دي خاص قموخ ما خيلة دوقي خاص بروني لا أنا مودي وذي أباني ما خيلة قباثة أخ مودي لوايا يا لزورة يعني ماسخ أمرخ بيخ لبيخ بياشة لزدوانة برهادخ قباثة بياشة لمخيا وبراي زداية لماخيلة اكتين مخايلة للم صايت ماخي يعني للم صايت او تسوتار الجاني دي سبياذي اب قباثة خاص دي لدوقيلة بابي دي ينمي دي ابا ماخيلة خدشا بولقا موزي اللوخ بلشوخ اي للم مارا للي جناي دي مخا ثاية لبرناشة بياشة لزدوانة اجي مودي لواي اكتين بياشة برناشة قورا أي زدوثة بياشة لقاوة دي بيخ لبيخ أكتلة بياشة أي زدوثة قاوة دي بانين بلطن نعنا أو أني قارية دي أني درد دي تيلا ديش اللي كمشنة بربش تيقور أتخبش زدوانا بانين بلطن نعنا بلطن نعنا بخاعد تيلا بالزبون مني مغزنا أن قارية دي أن درد تنقانا خيلنا سبلم صاية شمي توذن بلطن نعنا بخاعد تيلا بالزبون مني باني برونت أمتي إيام بخازت وتيلا قطوسة قويرة مبلط لبخت دي يان بنوني دي يان بنوني تومت دي شواوي دي وطيلة بالزبون منه يذي أبا وخغاثي دي سب مودي أول كنوشيا يخازيلك ودبرقول دي بروني تومت دي خازيلك جان دي قاوي دخنورة بايش قال دي يذي أبا وأخدي له زدوانة له زبوني له ليث شوم دي قويد دي اجي مودي باو ماسي مبلط لقاءن قارية كلها مبلط لباو أي إلى خ أو إلى خ قثرة رابع جور جاون وأنا خزينة دزوثة خزينة جاون أو قثرة وهل أديوما أو قثرة إيله إيله جاون باقث خونا سام ليه أنا نصلي هاللي خ طوسة ذي التافخ الخ نقزة خاثة أو نقزة مار الوالد مار الكثاوي جاوي إلى الأسلوب أكثر انتشارا في أساليب الدفاع مار الأسلوب سيطر الخرافية على المصير مارا سبب انتشار أو أسلوب مارا سبب انتشار أو أسلوب لأنه مترسخ في الثقافة وفي الوجدان الشعبي في المجتمعات المتخلفة
ماري لأنه سهل في متناول الجميع أو مدي ولتسنيقة لهيج امتيازة لتسنيقة شهادة دكتوروثة لتسنيقة هيج شهادة ولتسنيقة لا يورخ بالسناي، يورخ بالسناي سناي كلها إلى أي قامو لما تفتح موخة ولا هيج مندي سبب دي لأن إلى مترسخة في الثقافة والوجدان الشعبي ما رأينا من هذا خزت أو إنسان المقهور بمجتمع دي المتخلف ولنتيجة عجز وقهر دي وحرماني وعدم قدرتي على التصدي والمجابهة والواقع القاسي أمام هذا كله لا يتبقى أمام هذا الإنسان إلا طرق باب الغيب والسحر والشعوذة قد دو برناشا ليلة بياشا هيت شارة قامة من دو صميتي لم بياشا بس بياشا لم تقتق الترانة بغيب والسحر والشعوذة ما رو أن مدياني مؤذيلة وهذه الوسائل قد تمنحه راحة نفسية وتساعده من الخروج من واقعه المزري ديارة لمارا أول كثاوة مودي لمارا مارا الأشياء التي تساعد على انتشار هذا الأسلوب وشيوعه بين الناس هو أسباب قمودي لبراسة أن تخمن يافا أي تسعر وشعوذة وخرافات وخرافات هو لمارا سبب انتشار دي إلى الجهل والعوز والتفكير الخرافي وعدم وجود بالمقابل الفكر النقدي خارج كما جاء امرن ولا سنيخ اخني فكر نقدي لقمودي غير كويل او فكر نقدي قد ماصد او برناشا لن اي قد نذت لا لا بس اي تخمنت ايثا اثرابة تخمن يا تخينة ليش كل خا تخمنت ود لامك ام دوس شني انت تخمن يا تخينة لان مجتمع دي مجتمع اشوراية اي لان ترقل بشن خية لجو خا تخمنت وكتي لبليطة ميرة خا تخمنت خيتا مخي لكل ارخافة قامو جارج موديخ الجيومة بأنه أخني المجتمع الآشوري لثوال فكر نقدي كت بلطوة أوذوة فكر نقدي إقامي ودرقولة إمسلي والي إؤذي والي خمدي غريب تاما لا قرب نيتو إلا أو إلى خرامة أو إلى درقول كل مديانة برمويتو دخي زي ما خمدين أسباب تفشي الجهل وأن مقدار الدمرين إلى أسلوب الفكر النقدي أخني سنيق فكر النقدي كما بمصيته فكر النقدي قد تيلي خايد وخطخ ممتا قد شم تخمنياته تهاري تهاري لا لما نادي أنا طان طلج من فلان من فلتان من علام إينا أنا سنيقة من ذنوخ إتخطخ ممتا خيته بس لا لا تخمنته خزيزة إيلا إتخمنياته خينة ومتي خينة أتيلي مهيورة قد نجيل قد أياها إيلا اللي تخى فكر علمي قد ما صدت اياها دوقت باسلوب علمي داز دباره لان فكر الخرافي الى درق الفكر العلمي لان اقمو علمي لين درق الفكر الخرافي فكر العلمي مغزيله عن طريق التجارب مو دي لواي قصه اينا اقتيل مخايا او فكر العلمي درق ده خرافتي اتلا او وذل لديش او تيلم همنا وتيلم همنا بخرافه وذل او فكر العلمي درقوله لم قربنيته العلم لم قربنيته من هماش خزيتو لا إن هم نب كل توديات راب من توديات إيماخي درقل نظرية تطور هذه أدي مثيلة نظرية تطور لا وني شديد ما خيو درقل توديثة إنا مغزيل توديثة كمان بوتشكنت تخمنت ديا توديثة قبل مخيلة درقل مودي نظرية تطور إلى خا مثال دي قصة قمودي لم خيلة درقل نظرية جاذبية لأن جاذبية لثوال هيجي صورة بالتوديثة إينا أجد قربنا على مغزيل خمس بطة بأنه إيه تخمنت التوديث تثوى على غلطة على قمنا توديث مخايدر أولى من هذا أخني سنيخ إيه إلى التفكير النقدي والتفكير العلمي أن ترى مديانة أمتى أشور أثم فلطيلة رابة لقامة أنا أن ترى رابة إيا وإنا أولوية قدو مجتمع دية برمويد دخيل أخني أن ترى بيغزار قدي أمتى أن ترى تفكير النقدي وتفكير العلمي طلاب من كل بنونة أمتى جربوا مو تخمن تاخو زامو كل تخمنيات ناشئ قام مو قد تويلوخ او ناشد لايب تخمنيات رابا الرابا ماطب شارم طايلة قام وغزايا بخا ارخا رابا بفختة رابا بفختة مشارق زاي تخمنيات تهاري تهاري ولا ماري من اساليب وخمدي غير ماري من اساليب السيطرة الخرافية على المصير هو تسليم الانسان بالمشيئة الالهية ان هذا ما اراده الله وهذا هو مصيري وهذه هي مشيئة الله أخا أنا لنسني قبل خمدي خنا أيام اختمرت
قارك انا ناشر قبل ما صير دي وقبل او حاضر دي لن او الى من الها بالضبط مختيل من اللو خدان يجو خكفا وقديش من اي كرياثه شلطانه في شر مت من الها يعني لما خدر قولتي برموي تدخي واخ مار اللو خيله قدو كثاوة خمن اسباب التخلف الى كتيت نسبو الى هيا يوث خيله المستقبل دي وخيله المديان حقيات دي يخ الالها الها لكتي ولا اللي لا ما اسم شخل بيتلا وما ديار له مهم زوملة مار له خمدي خينا القدر مار الإنسان المقهور يعز تحولات حياتي وتغيرات إلى حتمية حدوثها وما يحصل وما سيحصل غدا يعني متى إديو قدنا بارخشيته ألفشنة أو قدر كثير ولا للي كأنه أو لتله هيش إيده قد مشغل بلا وقدر مختراب شميتو لأمريلو ما مكتوب على الجبين لازم تشوف العين شميتو لرابع ومثل ما العلم لا مكتوب إلى عجبين ولا ما تشوف العين آتي ما صدم شخل بيتك قدر ديوخ بالخالق ما سبب دوم الديانة بيت مسافوية لجانخ القدر ما لهذه القناعة تهدئ من قلق الإنسان وتجعله نوعا ما يتصالح مع حياته وواقعه قامو لأن أول ناشا لبي بالخ لبي مشخل بلخيوثة مو آوث داري لقنايد مودي قدر وخلص أنا اللي تليش علاقة بو قدر مشخل بلنا سائل خنوخ زخين مودي لهم زومة مار ظاهرة التعلق بالأولياء واللجوء إليهم أما بزيارة الأضرحة أو زيارة مختمر أخني دكاني أنت مختلت المرمت مار فلاني ل أو لبنان مودي شمالي ناس مار شرب اللي له مرموي دخي يوم خنك تغز أو التوسل بهم عن بعد من أجل استجلاب الخير ودرء الشر ولمارة تتفشى هذه الظاهرة في المجتمعات المتخلفة التي عم فيها الجهل والعوز وقلة الحيلة أني دوقي بنا مديانة أو مارة لأني دوقي بنا مديانة مارة قدن مجتمعات تلقى وجهل والعوز قلة الحيلة بحيث تصبح هذه الأضرحة والأماكن المقدسة نواة لتجمع الناس وقد تقام من حولها المدينة ذيته ماصي بنيلة تامخة ذيته مصغرة وكذلك تنتشر الخرافة من هو بجوار الولي فهو مأمن وينال من بركته له يعني أتي خا خرافة خيته آتي نتخايا جوتد مرمت له مرهور مسيلة إن جوتد ضريح مر شرب الليلة مو بثالوخ صليلوخ بركات ودرء الشر إلى له برمويد أخي وليت خم دخين لزت تشم دخين لاثيلو وما رأي هم ديارا تنوري واصبح هذا الضريح مكان ذو فائدة اقتصادية وتجارية وربحية ويقوم على هذه المقامات فئة تعرف بالخدام وهم بدورهم يدعون بالسار على هذه الأضرحة وكذلك لعب دور الوسيط بين القديس أو الإمام وبين الناس يعني مارا بدوك تي باشي أن دكانة مقدسة مو باشي قميل وختم مستفادين باشي قصة تجارية قد يستغلون الوضع مودي بلطيلوخ أن خدام أو كهنة لا متذيلوخ قد ملديل ناشي قد تمريلوخ أخني إيوخ وسيط بينوخ بين دو قديشة قد صلي إلوخ أبوريك تأمدي تطلب الله مارا لذلك تراهم ينسجون قصص وروايات وأساطير حول كرامات هؤلاء الأولياء أو القديسين والخوارق التي تتحقق ببركة القديس أو الولي مستفيدين من ذلك أكبر استفادة مالية أو مادية ما رمشاري بناية قصص وأساطير معجزات دنا أولياء أو القديسين خموه أن التي لبخموه والتي لمخبانه قد مودي قد ماصي قاني زوزة يعني مختملي لك استفادة مالية أو مادية لا وكذلك مستغلين صاحب الحاجة المتشبث بآمال الخلاص بعدما أغلقت جميع السبل بحيث يستغلونه أبشع استغلال بحيث يصبح طلب العون الولي أو القديس بدل المطالبة بالحقوق والتصدي لانتزاع حقوقه التي حرم منها
انا ما دام بيش لي ادخل كل انا خيوتي بيش لي قرقوي من قدو قد ايش قطوب انا مني امدي تنسنيخه منه بدل ما تازم مودي او بيش اللي مخدوم مخدر بدل ما تازم طلب انها قياتي انا ادي له بيش سليبه ودي مختمرين لأواجه واقع دي مو مشارن واذا مشارن طلابه من دن قد ايش اخذوا الحقولي اخذوا مفرقولي هاي قصه ما رواهاك يصبح هذا الوهم سلاح نفسي في يد الإنسان المقهور يساعده على تقبل عجزه وأحباطه. فاخذ عزيزي نينوس. بسيم أخونا سام، أنا يعني يفهم كي كومنت خدش بديمايث بين جو سبيت لي صورة بتملوئة أخونا سام وطلاب من دنتي لم عقوب الدكان التخويض يعني بريسلا أي خلقها داري آثي التروث قد ما بيني كومنت دي سب للا ما بيوني أخيكسي أنا ذايني في كومنتات ثايلة خم كدو كان خيني لم صايت خازني anyway خونا يوسف برخو مارا لا إتلن أخني أمتا دي إلى أمتا يعني رابا قيبتا جو كل أمواثا إنا قصر دي أكي لا قصر دي من قيومي تي لما جوج اللي يومتا أنا خاب يعني سب إتلي صورة بتملوقة بين جوبنا خونا يوسف خونا يوسف عزيزي أنا هما شيء أمر وأي لن أنا أي بخلت لن أنا مارا يعني بس أو هدخل مارا يلبانا شو تبايا أمتا إن هوي قيبتا إن هوي جبرتا آية من دي أمتا بلطي رخ قيومي مجوجي لأمتا يعني هر إيه أمتا مصيم جبيا إن هوي وقيبتا إيه أمتا تخطط آتي مدخورة أخنا ما صخوة من سبب إيه وقيابة وجبارة ما صخوة مجابخوة خا قيومة تاي وجبارة أمتا إيم ترسالة قيومة دي لقيومة لهر أو قيومة بلاطة لمن دي أمتا بس من سبب أي أمتا أم إيقاري إلى يعني نطيث الخضرغة صخلة بلاطة لخمكة جاون مصايلة واذا شعلالة إي صخلوثة دي أم إيقاري بر هذا آتي متخر وخدو جخينا كت أخني خكمة دني أفرواثي خيخو جاوة إي ألديوة لن لا يعني أمواثة خيخو لا يقرأ أزيزي أنا خزين خرخث هي شلطاني إم إم ألديوة لن دوست إينا أوب أمواثة إخيخو جاوان أنا بش يوذي وشعلالة أو من دي يالديوة لن رابع هي بس يوجوه بقى يقرأ يوسف برخو أنا بآثن دار الملوءة خي خيطة تمزم لباس دي يا خونا سام إدي يوم أخنا نغزايخ بل كي يمواثن هل إدي يوم بالخيلة ضمن إلى يمي إقاري قال دي زوب خازخ هل إدي يوم بآز ميخ أبرت فلان قديشة مودي أو أبرا مبسملة مردي مبسملة لندع مودي نبلي لقامة زو هل إدي يوم إتلن أي تخمنتا وأي تخمنتا ثايلة من دني علياثة تيلا جاون أي ديشتا تيلا ديش إلا نغزايخ لجانا زبونة بخارثة لتلن تشوشارة إن أخلي ليذغ جانا من دخل ثايا ليذغ كت أوي إلى خمرة جاون وعلت تباشمتا لأدي أوب عليم قيامة لبي تخمنتا فلان قديشا بيقول لي من دي تتي صورة أبدي يعني أنا إتي تخمنياتا قبالي لم صايت أذني بيقولنا بالي لو خديشة مصالا قال دي وكل خيوثي مدرسنا أي ثايلة من صخلوثة دي بر هاتخ متخري خمدي خينا أخونا سام أو خزينة إذ قستراليا ولا بني هدية لا لا مليان تبني لا شربل تقرأ لشربل مار شربل أو تقرأ لقديشة لا لا مليان تقلبنا مخايلة زوزي من ناشي مودي وذا بثخلا خا تخيتا بشم دي استراليا سب يذي إذ خايلت مشي خا تاما يهم مني بني تخمن ياثا أوب تاما بثخلا وغزو بنا بزنس غزو بنا بزنس دي لوادة تاما آلا زين خزينا تاما شمالة دي لبخا دولارا زوين اللي ولم زبون للو 50 دولار وما دولار بشوي دولار آني واذا لشعلالة سخلوث الدني ناشي عميقاري كنتي لزالة تاما زوانة مني أو بيدا لو هذا بزنس يلا هذا قم هذا بخاصته أن كنت قبثيخ اللي خومرة وإذا اللي بخاصته براسة تخمنياثة فلان أو قديشة
اثيوا ويذيو فلان مندي ومبسم لي ناشي اني تخمنيا في ازادي لقو ناشي وناشي يهمني بدي قمودي ازادي لا قد مجمي ناشي خينا قد بزنس دي بالزايد سب انا ان اشوق لي ناشي هم منك او قد دي شي اوث اجبياثا ويمبسم ناشي وينيتو خطخ منت بيت ماطت الا دي او قد ديش ممطيلة اللوخ انا بش بازن تام وبش بدار نزوزي كل ان تخمنياثا امواث التي لزيلة لقامة بريقة لمني الفت باشمتا لأدي يوم اخني قدارة اسري وخاء هل هدية ان تخمنياثا ولقاون وقت متخري عليمة ادي يوم قيامة قيورب وهل دي بني انا خزن عليمة قيورب بريه وهلا دي قلت لأني تخمن ياضا فلان مر جابرييل ويذا فلان من دي زيلن تاما طليبا من دي ويذا اللي او من دي أي كل ثايلة من صخلوثة ديا من بصروثة إتن تخر ياشا أبا دي لخم صاي هيش من دي توضخ دباشق بني من دي يعني وخزيخ أنا زي قام كمشيني ذا عليم ثديا قستراليا هم منوتو إتوالا قثرق وخيوثة ديا زلك اسخا شماشة قستراليا ليه ذمو دي لشمدي بل كأنتي لقستراليا يذيلي شماشة ديا عشوراي ديا يا بمودي وشماشة ياوث كثيوياثا زلا قم يوالي ترين ما دولار لذا أربع ما دولار خمين دي يدخا قم يوالي خ كثيوتا كخيك للا ديا كخيك للا ديا قم يوالي أربع ما دولار ديا واو قم يوالي خانا لنذا مودي وزلا وبرقل قصد بر هذا إن بقرت أي علامة مو من دي قصد دي خمودي لم صيلة أول شماجة بيك ثيو تخ تمطيت لو من دي تيو مير الله يعني قطو سيتو على وقفة قمو لم صيلة قم يعني قم شريتي وقفة دي أي من تبدر يالا جناي تخمن دي لتوالي هيمانوثا هيمانوثي بصورتا واوا إيان جناي واوا لم صيلة قمو ذن ندوس يعني بخزيالة خيه جدا لما سي أمرا يعني لما سي أتم بالخالة مو خدي أمرا أني من ديانة إلى بطيلة أنا من ديانة ولا كخاكة إلا نأبي إلى دقلة لي تتخمن دي أول كخاكة قال زوزي مني لا أخلي ما بالخموخة دي مطي لو لي قطيثة يعني لي بلطة مو دي بامرة لا دريالة قناية تخمن دي خينا يعني إتلن أي قريث بنجانة هل دي يوما أولمبي لقو أو قاعنة بخاصة بعض قارنة بنجانة أو أتيلة تيو قرالة بجاخ كل دي بامرة تربهم مي او مودي باش رهت اكتيلا بياش رهت لشي لما بلوخي برناشة موخي دي قد ان من دياني ان قصر دي شهري لبقاني دي داري خيلا مبلخ موخي دي لا موخي دي لما بلخ لي ولا ميرا مرق وبنجانا بتاوي او من دي وبرقلا باز باتي قباثة باش رهت وان قصر لا شاري وبش خروي بالزادي ان كل ايلا ان علياثة ينقصري إلى قباثة آشوراية ألتت باشمتالا قدارت إسري وخاء هل هدية أني قصر إتلن إيام بخازق قراية أني تخمنياثة مقاري لا فلان برج مرة فلان هن مرة فلان أني تخمنياثة كله لقاون هل إديوما وأختو تغزايل الراب سباي أنا يذن دتلت هيش منايت أتون تهن هم زمياثي بل كيو تغزايل بأنات جاناخو أني مدياني خاص دقو فيسبوك فلان كثير مصطلح خمن دي سامة زودة نش شديا بش إتلان نتخمنيات هل بتوب يعني أرز ديا لمارة بس سامة زودة إلى نش شديا ونش إلى أي مدرشة مقيمة بنونة هاي مصيا بنونة ديا وذالة أرية ين وذالة أربة وعنثت باشمتها الآن بأمر يماثا أم إيقاري قيماثا كلا خال بتلا لمارة كلي بس إنا خسام الرابع جورا واذن لن اربي من جيبة اوذيلا اري اي الى شرارة وان الى ان الى قصر اتي لقو باث عشرة اتي صورة يعني خدش متخمنق بالدنة قصر خامنة ايوان انا يعني المارة دار بامر لنتي وملوبي ينخونا سام اخني اتلن اني قصر يعني اخنا بيانا مجروبخ تشارخ لي باقث خونا سام لي أنا اللي خدشي خيط خيط أزيزي نينوس لأن أخني دارن دمرن الناش مخبطوا لأن إتلا بخرا دخل ما طخ أو كثاوة إتلا مشكلة نشا من المرأة في المجتمعات المتخلفة لمثير أو إدي لا أثخ إلا خاسخ الناش إني لما خوب لأن تخمنيات لأن قصص دو كثاوة أخني من كثاوة مثلا
مرن قد ناشي قد تويلة تخمنت دخيلة أو علم النفس الاجتماعي همزومة دخيلة محلولة إيه أو إيه أو علم النفس دخيلة حلولة لقد المجتمعات أنا مديانة دي لجابة خين النيتو مخبلة أو ثاوى قد دار قد تضخ خلق فخيتة المرأة في المجتمعات المتخلفة وسطانة ما سطانة مديانة خينة ثايق لك خاخو نغزة خينا مودي لمارا خينا أنا قارنا خدشي بعربي بش مطيا مختمرت طلاب فخلت أنا دلان برمي العربي ولمارا الإيمان بكائنات خرافية أو ما ورائية مارا هذه الكائنات قد تلعب دور في السيطرة الخرافية على مصيره مثل الجن والعفاريت والأشباح والشياطين ديارة لمارة دكتور مصطفى حجازي مارة هذه الكائنات استخدمت وما زالت تستخدم لكل ما يلزم الإنسان التستر عليه سواء فضيحة أو عيب ما بالرغم بأن كل ما حصل هو بتأثير بالزعم بأن كل ما حصل هو بتأثير هذه الكائنات مما يساعده على الحفاظ على سمعته يعني أنا مديانة دي ذا نيلة ويذا خا بيشوثة خا بيخر بيوثة لن أنا ويذا لا جني لو الشياطين عفاريت ويذا لا مو ما رأي يساعده على الحفاظ على سمعته مثال على ذلك حالات مرضية مرة رابق يا خزقة إث مرة ما مرة لا أمري لأو ما بيف نفسي لا مو أمري له أو هلا غيط الله سطانة وصراعات زوجية صراعات زوجية أنا يذن قم مصر أن تيلا بلوت السطانة ما سطانة خزت بخت لا بيع له جورة إذا أنا قطيات تيلا لا بيع له جورة إذا يسنيالة جناي داني دريالة أمر إلى سطانة وير لا لي أو إلى مسناي إلى جورة بي أو جوري أو سطانة إلى مسناي هو الكبير اللي سطانة ولا ليش وقل لي فرمويد أخي ومشاكل عائلية في هذا المجتمع المتخلف الذي سبب دي مو ديله أن مديانة بلطي الذي يقمع كل حرية تعبير وكل حرية الاختيار للأفراد فرموتي ما كافي أنا مديانة أجد تقمع أي حرية تعبير وحرية الأفراد قد اختيار الأفراد مشاري مو أنا لبين جوري مشاري دريني جناية سطانة غمون لأن أنا لكي خيروثة ما صين تمرن أنا لبين فرموتي دخي أنا لن مخبنا وبرناشة لأنك مخدي ولا في الطوس بخت قطعة ثانية خزينة على فيديوهات بزوت تيلا بولا طلع مارا لا تخرج أو سطانة مسنوي لا لأب لأن إن إثوا على خيروثة مرا يا بلا بين مرقنة هو تساوي الآيت مر فيه ولا اللي بخشالت أو سطانة تثوى لا 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 ثوى ولا سطانة إنا مجتمع دية فريض الله لا إلا هو مدي إيتا فرضت الله لا أو مدي إلا بياشة لمجبر دخي بولطة من دوا واقع دخي عبر الجانب إن أول جورة دي سناي اللالة عن طريق بأن الدريال جناية سطانة لما اللي أول سنالة لأن الإثوى الخيروثة لا يستخدم سطانة ما بالخوالة قامو لأن لك لاني أو مجتمع دي لك أو حرية تعبير ولك حرية الاختيار ومن هولمارة ومن تسال تب يعني والذي يفسر من هذا يعني وهو هذا التبرير الأسهل يعني أول تبرير أقدر إني جناية سلطانة إلي خا تبرير سناي راب سناي لنسني قناشي تاثي تمريلي مثلا أي بخت المرة أنا لبين جوري خزي تاثي ناشي بقري لقا مودي مودي لبي ذلغ مود غزيفة منه آكل خيشة وآكل تنيا إينا أقدر يني جناية سلطانة أبقى ثلاثين بقري أنا بقار جناية سلطانة أول تبرير سهل ليلة راب سهل ليلة بحيث هذه الكائنات تكون خارقة وتقوم بكل ما هو الإنسان عاجز عن تحقيقه يعني قلت أخمنت دي دو مجتمع أو الفرد المتخلف يخشو لأن كائنات خارقة لماسي أو دي مديانة لماسي برناش أو دلا وتسقط عليها كل الشرور والخبائث والمصائب كل شرور وخبائث مصائب لديني دريت الجن والعفاريت لن أبقى لي أزم شخصي برايا خزيت وخخيش أنا مسخصوي برايا لن أبقى لي غزي الله يعني ما كيذن سطانة ليه لأن سطانة أنا خيش انتي ومن سطانة قمودي بوذن لهم الدين لأن أبقى لي خزيلة أدري لقناها دي مسكينة ولي تخشولة وأبقى لها ذنبقر وقمر
ماري بصرادق مو دي لثا ماري ليك ثا ماري هناك طقوس وممارسات يقوم بها الإنسان المقهور يعملها لدرء هذه الكائنات أو لجلبها لصفه. ماري إذ خيك ما تخسي ومديانة أود لو برناش المتخلف أو المقهور قد مودي قد بارق من بشوثة دلنا كائنات أنا دخل إلى أكلها قد ميلا الجوتة لو بارق من شردياها. مثلا مثل متخرج أزيزانينوس اللجوء إلى التعاويذ الأحجية حلقات الزار فرش بريشة مختمريلا ذلاخ قصة أكل خاص أودي ودخل أي كيوتا إلى خا من داني أخا ولا متخور لك ثاوة إلى أو برناشا مديلة مطايلة خمرحلة بأنه ليلة غزاية قد بس برقن بيشوف الدنة مت وذن قد برقن من بيشوف الدنة مت وذن لازم تذني تعاويذ ما تعاويذ على الأقل مثلنا الصديدي أبن لم صيني مثلنا الصديدي قد تاي من تخاصي على الأقل قد برقن من بيشوفايا أن إلى خمن دين مديانة قدوم مجتمع قد صالي أن مديانة قدوم مجتمع ذي إلى أو مجتمع قلت الطش أنت حسب تدي لمرة مصطفى حجازي إلى المجتمع المتخلف وأخني أنا مديانة يد خرابة إلى بريسة قبل أنا طمت مارلة بثرات اختيار لمارلة عادة ما يشرف على هذه الطقوس أن الطقوس تمر ناخو أحجية لو ما أحجية لو بطرف سلطانة ما سلطانة لو مديانة مجموعة من المشعوذين والنصابين والدجالين والجهلة الذين يبتزون الناس مادية مدعيين صلتهم بهذه الكائنات. يعني أن تودي لنا مديانة قرقذت إلى نصابين وصخ ليلة أني نيشة دي مودي إلى زوزة وقد أياها مودي ملدوي لخي لمارة لأخني إتلن اشقلتو يوتم دمنا كائنات أنا كائنات غزي أجبوثة لأن كائنات هري بلطي أكي بلطي بلطي قدن المجتمعات ديلة فقيرة ميثل كبنة جهل وتخلف جبائي إنه قدن المجتمعات زقي زقي خاصة ليه بلطي أبنى سلطاني خزخ ليه بدخي لخشيمي لا ليه أزي قدن المجتمعات زقي زقي مردن مطي هالي إي بلطي كزداني إي بلطي كسخة فقيرة لتل تاخل شاته كزداني بلط قامول أول إلى خمن دل أنواع ديلة مشكلة دو مجتمع إلى سبب الجهل والتخلف باخذ عزيز نينوس انك خم دي خم لا يعني دزوثة او نقزة كم يعني كم بشخخ لرابة سباي يعني بخشاون لتلة خا خم دي خانة مزيدة خلي دي شغلخ نقزة بارة دي بخشاون ليذن خا نقزة خانة ماسك شغلخ خونا سام إن لا انا شكل خل نقزه بدي ما يف بصرات خل ايتك اعطي خمس زيت تماس مزيده اوكي اول نقزه خرعي شكل خله وخاز خبر هذا اول الى يعني مختصر يعني خدتي انا برقلي بزوته هو لمارة ايضا للشيطان دور مهم يلعبه في خضم حفله التخلف والجنون والجهل. مارة الشيطان يفثل عند هذا الانسان المقهور شماعه لاسقاط معاناته اليوميه ومن التنصل من مسؤوليته عن مصيره وواقعه. مودي لمارة أو دكتور مصطفى حجازي أو لمارة بعدها سنجد التحليل النفسي في التشابه الكبير بين الخصائص التي تنسب للشيطان كرمز للشر وخصائص اللاوعي الإنساني وما هو مدفون في قعر اللاوعي من نزوات ورغبات ذات طبيعة عدوانية ولا أخلاقية. مارا لبصر هذا اختافخ خاص قلاوة على الإنساني مو إيثن دي لوابة دي لدري لقناية سطانة هل يا ترى أو سطانة لي إن أن مديانة إذ قلاوة عدية بيت أود لا لي ما سأود لا إن دري لا أود لا يدري لقناية سطانة أن خرثة تاثي إلا يهمزم قدو إدلاوعي أو خرثة تاثي همزم بوا لاوعي لي وداير همزم خيّة خيطة من الشيلة بديلة قدوم مجتمع المتخلف النساء المرأة في المجتمع المتخلف ديارة لمذوي لخمدي خينا. مارا كذلك يلجأ الإنسان المقهور العاجز إلى حيلة جديدة في تأويل نكباته ومصائبه بتأويل خرافي ألا وهو إرجاعه إلى الحسد أو السحر أو ضربة العين. مارا خزيت لي داري لقنايد مودي
او قام حسد لي او قام اود لي خرشه ان او قام خيالي انا ما انا خلاطي اول انت مجاري تانا اخي امر خلاطي انت تانا ها ها اي ما انا مخزويه لي بانه ابا ومدي هي إيه خمد ان المجتمعات المتخلفه تخي إيه فارسه ومدي قامو لن اجتاب عاجز لتلخ خالة ما ستاود لتلخ تأويل قضية قصتي لو إلا ما أود لأمر غلطة دي له أو خاقة لطنة بأنا دي قم خيلي بأنا أو قم أود وذل لي خرشة إن أو قم حسد ما حسد إلى خينا مدوي للأبلخة بأنه إتلخ أو أنا مدياني بارسي دي أو إلى مجتمع متخلف ليه طيب برمودي ليه طيب سبب دو فشل دي مدي سناي داري لقناعد إن خينا فاخت عزيزة نينوس ان ليد ان البي خم شارك جاول تخمنت دي ان البت تبي مشارك اخنا من اقاره لقاره ما تبي عاصق يو الخلف دي يو خلف خدش دانا البي البي مسجد من الا اخني طنان مين تخلى البي مسجد مديان الا البت انا اخونا سامي انها تبرخلق بين خدش توسه يوم بد شغل عزيزة نينوس توسه انا بلطن ودارم ايام اوكي اخنا اتلن زو خقصر الرابع غورا الى من دو برناشا تيلا مريان وشايث اخت مرن اخنا مودي ل يعني ملو اديا الى كد ان برناشا الى نو شايث مريا وليه ذي بياني او كنوش يا ماسخ امرخ الى مريان وشايث بس مودي ليه ذي بياني دي كتيلا مريا هل بد يعني وتيلا مريان وشايث أن يعني مرن وشاي رابلة لا في يعني منايا إذ مرن وشاي كلن أنا همون خم دناشي إيون أنا كت أنا إتي بل كت تري ثلاثة مرن وشاي بس ليه ذم جاني كت إلى أول إلى خم مرن وشاي مودي لقصرة قصرة دو مرن وشاي هماشة بخازخ له أو برناشة تيلا ديشة إذا ديلا كل علث دي قصرة دي مديانة دي تليل مصايت عوذ لي كت بيش المخيب انا يعني لطي انت انا لاي كلها وانا مدياني خازخ لقو بنون امتن كات اوي ما خترتش شك بخكيبا خاتش شك ايله اي شبلت دي يعني فشل دي ما صار امر خبلشان عربي بزادين لي لطي انت انا من سبب ليله مصاي واضح خمدي ومدي بالسنه يا ما خيلي بانا اي خا شبلت دي درال لتامه ودتري مروم اللي جاني دي بوم دي دخي يعني قطوسة متن أنا خناشة قيابة ناشي مخالي بأنا يعني متن أنا خناشة مبرميانة سباي بسباي من كلي قابوت هادخ ناشي مخالي بأنا أو تريتش كم خالي لا بخكيبة تري من دياني أن متخمون الإبي بياشة لرهد أنا سباين قيابن جبارن ناشي مخالي بأنا ودتري إيش بالتدية درال للي ناشو لم خالب انا مهادخ لم صايت اوذنيش من دي بقى بوت هادخ بخازغ بو امتدين هل ادي يوما بخازغ ادي يوما خا امي قاري بل خاتي يعني ما جيخ كانت هلا بس يعني انا خزن اني مدياني باني وخزن اكس عرباي هل بت عرباي بيش يتلمنا بلكي لاخني خيخ مغضى ذي كلن وكلن رابط يعني مغضى ذي بيش ديشي انا امواثا وخد عايش ولو خينا اجت لما سوين بالتو على قاري دي بتيو دياشة اللي دي بخازغ اجت زاون ذات نابل خمندي بلكي هل دي يوم خزخة داري خصولتت يالي زوري قوات نابل دي قات مودي لما خيلة بقينا ايان اث اوى مودي قاري لت ما خيلة الاقل تسوسة ما تولي قمطارت باث دي ايان كستارة قات مودي لما خيلة بقينا ايان بخاز اث ايا انا ميلانتا لا خا رسقتا لا ميلانتا خمري لا لنظامودي إمتولي قد لما خلب أني من دياني هل هدية ولا جاون وبالكي خزيخ لهل هديوما ليه نخونا سام بلت لا هدي باور لنظام ماسخ شقل خنق زخينا ين بخشاون هلا خكالخ مليانتا لا بشوقخ لنقزة باردية أبن خينا رابلة أنو قايد زوثا نقزة تيلة ثايا شغل خلق بر هذا انا اتلي خنق زخينا رابل انا نقايا هما شا برناش التاوي مريا امرم لجاني دي اخت متخرن قم خدشا
اي داوق مندي اثيقه ين ابم دقولي ام داقل كت انا ساوي ايوه هتخه 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 جباره واو بخاست الناس دارت التاريخ تساوي دي بخاست تساوي دي يعني خناش انا لما ليو بريخه بريخه انا هيك خهر لي ذي ولا فقيره مسكينه وب ال بيث لي ذي ولا قاري ولا بس مودي بي مرمله جان دي بي ورخه سبيذ جان دي هيك من دلاله يمرمله جان دي بخمن دي هيك خط لماس طوي باردي او غزال لجان دي هيك من دي يذي كل ناشئ له هيك من دي اجي مودي مرم لجان دي ساوي ايوه واو بلكي يرد دقلان او بساوي دي ليوا اخ مودي هوايا اي من تيله مغزو اجي تيله واي لخ غلطه او ناشا ين اي بخته ين او ارزه ين او جوره اجي تيله واي لخ غلطه وبغلطه دي لاله مودوي قامو سبب او غزال اللي كان دي هما شخا من دي جبارة انا دخ مودم بغلطة دي قابو تهادخ بخازق قبنونة امتن اجت غالط خمني لي مودي بتغلطة دي قتلا مغزيلة قال دي مبين كتئيلة خناشة هيچ من دي 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 يعني اجت تاوي دويقة خاصة خاء امر قطوسة ويذ لقيومة سنامة كم دي تيلة ين كهنا ادي يوم اخني خزيلة رابي من دنم دي البرت بذوان لاني خرزة هاي دويقة خاصة دي اجي تثاي مغزولة غلطة دونا شتير دويقة خاصة دي كانت او يابا من اساس دي تخمنيات دي كلها بطيلة لا خشخي او ذاية لي بس مودي هرد واقع لخاصة دي قامو قتلا بارت نخيبة نينوس انك مشن دويقة لخاصة دوناشا نينوس انك مشن هتخصخ لي ولم برميوا ايت امريلة كبرياء بلشانت عربي لي ماسن آثن أمرن كت أول ناشا دوس مودن بالا دوس بلت الغلطة وأنا غلط نوا سبب تنو دويقة خاصة دي لمبر منو وي أولدي أنا إثناشي أولدي اللي دزوثا أنا خمن دن ناشن إثناشي أولدي اللي ولين ذي يبقاني قو أمتا ديا خشي نوا لي لأن ناشي منطيلة أي أمتا ديا الخضرغة برخة مثخت خدانة ذيين كت أول أخاشخ ريشن الجاني ايه قبل كلمة بالخنوة موخي ما بالخنوة لبي عاطفة ذين ادي يوم انا بلاطن مارن او ناشي الى غلطة او والدي اللي لو ناشا اينا خسامة من بنونة امتن لمودي لمودي كت او ناشا اي وغلطة قد مودي لما بين كت اي وصخلة او باوا اخني برناشق يعني قريك مودخ بتغلطة دي اخني نرابي جاي اثناشي بالديلا او قثرة اذ جاون وهل ادي يوم انا غزايني من جابت آفي آمر أو ناشئ إيوه غلطة دوسو توب لطلع أن تخمنياثة دي ياخو دوسي لا لا دواقع لخاصة دي ولا لغزاي خمدي داوق لو تيل دواقع لأي تخمنت اللي دي مطلوط اللي بدي لا لغزاي مو دي زالة تباشا بمدياني بارسو باي ها آتي إيوه بلن من بلن جاب من هاد خمخا يعني واد درالي خبو البالة بس قد مطاشي دوسي دي واني أني إلى كل مرن وشاي جاول قلت باشام ترى خونا سامي تو خمدي خينا بيت مزيدة ين خد مخلق خبزة دي بس خمدي خينا ليذن إذ خابي مشارك إن لا قد بي مشارك قال تخمنت دي مختمري للرابط هلا مصلي ترجع أخني سنيق خوك من ناخن خابي ديال تخمنت دي مزيد إلن إلا لمسيس جور بزوت أخني مارك ولا تخمنت تكاوخة همزومة وخينا بي خم شارك بشريشن بيت ياو تخمنتهم بشريشن إن لالمسز جورة منن لالمسز جورة من كتاوة أبالت أمر تخمنته هم بشريشن خينا أخني مختمر شقالق ياو خمدي خينا أي حرية درأي أي خناشة التاوي خيرة ياو تخمنت دي دخيلة بيش تقتلتا جاو زامو يالا سورة أجد بارة بي يدي أود من ديتيلة خضروان دي دخيلة مشاري من تويلي قبمة دي اي الى وسيله معرفه دي كل مدي مشارك مش قال له متويله لجبهه مديه كم شخصيه كثير بياشي على صوره جو خشي جوار اللي بشنه مشاروي لويله لبقاره اخا جا بقاره امري الاسئله محرجه له اخا خجاي بقاره يهاوي الرابع جو عائليه لا اخا خجاي بقاره هاوي بس همنوثه لا هماشة أوي على سورة مو تخوي ثبية هرق زمو لهم سخصو لأختو بجناخو من عوائل تيلوية لهم
يقتلخ له اي حب المعرفه تي لقو طفل قامو شتوق نخوب ابله لا بقرت انا مديانه لا همزم انا مديانه ابله مودي شمبمو مودي اويا لسورا الرياشه لبياشه لبصريفه جاوي اود مباقر باشم شخصة اود بي يذي باش ليما اويا لسورا اي عقده من سروثه دي بياشه لزريفه جاوي دي هل تي لبياشة جورا وغزايلة مديانة ليه لمش سجورة منه بس ليه لم صايق فاخة بمه لان اول من سروثة دي بيشة لمتصمة بمه وبيشة لليمة لدن بقارة دي غزايته دخيخ بيشة قطيل لحب المعرفة جاوة من سروثة لا أبا وإكلخة تأثير راب جورا قدو مجتمع الأشوري دي إنا إنيخ وشويخ اللي أويا لسورا بقرر بكابي لأمرتو على الشتوخ انتون بموخ بقر والله بقاري من شبته على مخماصة أو التسلم بقرهم خخينة بقرهم خخ إطلاع بقرهم أربعة مو لأن أول بيجي حقيقة دخيلة زارت وجاوى حب المعرفة لأن أجد بيشوا جورا أجد في أول خت مو بيشوا أنا إيه تخمنت شمية اللي خاص لازم بقر خال دي تخمنت دوسي لأن لا دوس لأن بيشوا لحب الفضول قد يجي حقيقة لأن جيرتوا على زريل وجاوى مو شك أو شك مو قاوث شك يباش كل من دي شكين هلا قد ماطن الحقيقة زريلو غاوي خخبة قد يذيل شرارة آكلة إينا أخني مودي لزري غاوي هما ششتوق أم دي شمت لقر مهمنة بي خاصة إني خل عني لعلانة إيتلة إني لشلطة إن كم تيلة إني لبابا إني ليمة إني لما أنتي لكم تيلة إن إتلخ سلطة خم دي قرق مهمنة بي مو يتلم بابر صوبا اكتي لك زاي بيش لقور انا بشي لبهاش اللي او خبة اياها خلص انا او دوسي له وبرق لخينا انا جوات اللي قصة ما مشخل بنا تخمنتي زامتي لبهاش شغلة ابتدية لا من هذا اختيل الله وفي نفس الوقت بابر ساون ما كان ميو لان تخمني هذا اللي الليلة الزرية جوايا الليلة الزرية جوايا انتقمنا يا خبة مختمري لتفضول او الشك من هذا غزاي خرابة جايقو فيسبوك مدياني غلطة لبراسة منون طمت دي ينهمون إلا لخريشة قامو لأن لخزر يا جوايا حب الشك كندي تشقريت لقرك شكيت بي مسخصية دبارة لأن إن إثوال إن أحب الشك جوايا زريا وقو أحب الشك كندي تايشو بريسة قو أن ميديا خزت خريشة تسألهم مسخصية دبارة دي لأن أو إلى جاوي دي قد يطندزوثة هنا ألت الطشامتا لخزايق كل مدي تيلا براسا خزت لو تصور صدق ما مهمن بيا بدون اوتيلا درقل تخمن تدي لا مهمن بس اوتيلا لا درقل تخمن تدي همنو تدي مخمن دي الى رخقه من دي خزت لهم منا بدو يخلى دو يخلى في ثلاث شاكل تبراس قامو لان لك ليل الزريه قال او مدي لان انت ابقني تربيتي لمقيم لان الا خدش غلطه بالي لا خدش ورابع وغلطه من هذا الجروب كل بنونة أمتن شوكو يا لاخم بقري ولمريتو لتشمب أمك شتوك خطيفة لا لن لقتلوا لأي موهبة حب المعرفة قدن يا لسورة أخني بورقانة دي نبوي جيل خاثلة أو شقولة يده لا بايش بليطة كوري مختيخ بليطة أخني كوري برمويتو دخي هم ماشا بيشك مشبقة هم ماشا قرقلن بقرة أي مدهم زومة ناشي دلميلو آتي مثل لتلن شولة من ناشي كل ناشي بلطي دلميلي إثوالي أثناسيوس خخبرة مرة لأثناسيوس العالم كله ضدك مرة وأنك ضد العالم أو أنت لم هم نيذيل أثناسيوس الرسول خمود يبخني أخطيت لألي الأبخني تمرخ إذا العالم كله ضدنا ونحن ضد العالم أنا إتلي تخمنت وتخمنت جارك أمرا إن هاي كل الدنيا دقولي شو كل الدنيا سنيالي تاثت تهددت لي بالا آدم تطلو خمزومة باشد مسلية وكنوشيا بنونخ باشي مسلية وكنوشيا زي عزيزي اجد تاثت مرت لي أنا تخمنياتي لابد مر تخمنت وخد خمس فوض ابناشي آدي باشد مسلة بنونخ مسلية آدي تزراي أي سخلوثة قمتا آدي تزراي أي سخلوثة قمتا إن كل بلطيوة همزميوة وكل تمريوة إذ أو غلطة لأو غلطة لفشطيوة إذا الغلطة هم من رابط جوجخ ولا قامة رابط جوجخ ولا قامة أنا خمسة مدياني شو كل الدنيا سنيالي أنا تخمنتي تمرنة لكل شولة أنا تخمنتي تمرنة كربي مني لا كربي مني أسا كل أم تاشوراثة كربي أنا تخمنتي تمرنة وكان تمرن أنا ننسى جوري ماي تخمنت كاب وخيوط أنا نسى كينوخ لا ينزل منه بس مو لا أمرت لي مقتشنوخ أنا لا مقتشنوخ
انا تخمنتك شكل اليوم بس تخمنتك قلت لي شو اللي بيش مندي خينا انا بس او مندي بين من طنوال اجرتا خاف قد ختم التمري لهم زمود لمس بيشيت مسلية من ناشي بيذا اي تخمنتك ام قطلالا لا بيشيت مسلية ان كل بلطي هم زمي اي قد يطلع ومجتمع هو اللي بخايا هو اللي خايا ليل ميثا وانا بثيخة خبي وقاري بكل اخو فاق عزيز النين وسنك وخمدي لا هاد بسيمة أخو نسام الهمزة ميافة دي يغدزو ثقم بشقب طراب أصبعي اتخاب يعني آية متخرة خامن دي أخونا دانيال سادة أو برشر تيث إلا من كنوشيا جاني دي إلى دياشة إلا آيبة من كنوشيا مب أمري ناشي أني كل إلى ماري قصر جاون أخت متخرة أخو نسام آني تي تخمنت أجرك أمرنا هل بات إث من ديانة يعني رابلة أي أن 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 قصرتي لجاون كل أن إلى مرة من زون الزون دو يخلب إيضا وقت متخري كل إلى نشا ونشا دشتا للذي برها دخباثق وخرزة آثم مغزق دخي بشتا دشتا نشا من هذا نشا مقيومة لبنونة دي بو بصلا برونا برو قيامة لأوبا ومقيومة لبنون دي بو بصلا والجواجة لأي أي قصة جاون أنا بخشان بس خدق عزيز نينوس بس آشر أسيريا أخونا آشر أسيريا بخوري لمودي لسكنو صار النوخ بغلطة اللوخ لزيزة سياك يعني صورة صورة عزيزة أوكي أخونا سام بخشان أخنا كالخ هلخا بخاز غبر هاد غمت تخسيقون بخشاون قدمة إن أنواتي بر هاد غبت تخمنخ بين ما تخرن خرزة تيلا ثايا تاولا خرزة بريشة إيه جاي بتميخ خمكة تخمنياثا تيلا جو جاون أي بتوذخلا موديلا أني قديش وأني تخمنياثا تيلا لخشي خدزوثا بوذخلا خرزة بر هاد غبت تاولا خرزة خينة ميخ دخيله ذاي شقيلة تخمنياثا منن يعني ويذا لم عبدانوثا من تخمنياثا دين ويذا تخمنياثا دين ويذا لعبدانوثا اللي وشقيلة لتخمنياثا دين بمزبط ياثا أبو هو بتوذخ لخرزة قرب دانا ما تخبرها دخسي قوما وما مذيق برجاني وشماني بدن خرزة آثي أنا خمسام دياني بأمنا أخو هاوتو بسيمة رابا خيي جانت كنت مشرك لمنن وسبورو لانجو خلق يا استاذي خونا سامي نيتو خبر خرايا قد خد مخلق خرزة دي دار انت امرين نيتو مخوب او ملوى الليلة يقور الا اخو مورو لان كمل اخ لان لا قد مشارك حكمة نخزة خين الشكل اخ برموتو اللي دخيل اخني لبيخ ميخ لو حكم ديان يقور بس اخني مو ديو نيشة دي قد نوعف تخمنياثة ومديانة خينة قد لهو يا بس الى توديثة لو كاهنة لو مديانة قد تاوي لان مديانة اصورة تعاري تعاري قد مو نيشة دين إيلة أجد نوع ناشة بنا مديانة ذات ناشة بش إزادة خبي وإقاري كل أخو هويت بسيمة رابا مني بوش بشارة أنا بس خبرة خراي بأمر غزو خمن قصر دين تي لقاون أنا هم ماشي متخرني وكوب انت ما تخرني 5 مليون جاي ما تخرني جرك صخصخ جرك صخصخ ليه هو يا خبر ناشة آثي أمري ختخمت وبي لن مخوبنا شمن إلا دي خاص مودي لي تخمن طبلت خدشي براي خاتشي مو خنجرك هاوي خاتشي بيش تخمن صدرا هاوي رويخة شمخ النخراي مو دي لمارا تخمنت تي لدرق الديا اي تخمنت انا دويقنا بايدي اذ خا تخمنت درق الديا اي جرك شمنا قمودي سبب ان انا لش ميلي تخمنياثا بريشة بريشة لي ماصن ماطن الشرارة ان بش ميلي خا تخمنتا هو رأي هوي ولا شو خن أو تيلا برقولي أو تيلا بروني أو خوني أو خزمي شمي تخمنيات خيني ذو أخنا نشدو كلماتخ مش مول كلي شمو كل تخمنيات أو بنتيلا بطيلة أو بنتيلا لخشيخة شمولة وبرها دخ أختو مسخصة هما شجرك برناشة شمي ومسخصة هاو تبسيمة رابعة وشوخ لاخو بشانا وخازخ لاخو خرزة تاثي